بالساعات القليلة الماضية انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة سورية اسمها ميليا فياض بطرطوس. ميليا حاولت الانتحار بعد ما تسلقت أو طلعت لأعلى بناء مرتفع. طبعاً بحسب ظروفها المعيشية المادة هي حاولت أنها تنتحر وتوقيف زوجها بالسجن قبل 5 أشهر. حسب أولا خلونا نشوف هالفيديو اللي تنتداوله على السوشيال ميديا للحظات اللي حاولت فيها ميليا أنها تنتحر من أعلى البناء. مثل ما شفنا بالفيديو كان موضح الفيديو هو تراجع السيدة عن قرار الانتحار بعد ما قيل بأنه تدخل المحافظ التابع للنظام وتعهده بتأمين مطالبة ومتابعة قضية زوجها. لكن وسائل التواصل الاجتماعي داولت أخبار هالأخبار عن تعرضها للضرب المبرح من قبل عناصر ميليشيا النظام وإهانتها بعد نزولها قبل ما يتم اقتيادها لأحد المراكز الأمنية. خلونا نشوف بعض الكومنتس والتعليقات اللي إجت عنها الموضوع. رح نبدأ بأروى. أروى شو قالت؟ قالت ليش لتنتحر؟ القضاء السوري عادل ونزيه. تراجع القضاء إذا زوجها مظلوم أو أمورها محلولة بإذن الله تعالى وبتاخد حقها ويمكن جرد غاز فوقها. طيب خلينا نشوف ايضا اي دي شو قال. الله يساعدها، الله اعلم شو ظروفها يلي خلتها تعمل هيك. ما في زلمه بيسترجي يوقف وقفتها على حرف سور سطح البنايه الا اذا كان فعلا ناوي يزت حاله وينتحر، واكيد واصل لمرحله مزريه. يعني خلينا نشوف عمار النمر قال هذه ملت كهرباء، ما في غاز، ما في شغل، وحتى شغل ما في حليب أطفال، ما في حليب أطفال، وما في يعني كله ما في شيء. الشعب السوري كله رح ينتحر إذا بقي الوضع هيك. كان عم بيقول على الظروف المعيشية الصعبة اللي عم يعاني منها السوريين حاليا بالداخل السوري من نقص الكهرباء والمي، ما في مي، ما في غاز، ما في تدفئة، فالله يعينهم.